انا بس انا انا برضو عمال افكر، قعدت اقول برضو احنا بنلعب بطل افريقيا والسنغال احسن فريق في التصنيف وكده، يعني الطبيعي ان هو ممكن يكسبنا عادي يعني ويتاهل هو يعني، واحنا برضو ممكن نكسبه ويتأهل. وهيكون بدوافع ومختلف. بس انا برضو الراجل ده راح بطوله العرب، راح كاس الامم وصل للنهائي وبعد كده ابتدى يطلع لعيبه جديده ويطلع مشاكل. فانا دلوقتي لو جه مثلا يوم الثلاث اللي جاي ما وصلناش كاس عالم، بقول له في شكرا، عقده هنقول له بقول له شكرا، شكرا. هنقول له شكرا. لا لا، طب لو مشيناه هنبتدي نفكر في مدير فني جديد. ما هو ده اللي بقوله. فهل ده في مصلحه الكوره ولا لا؟ هل قبل المباراتين يعني نقول ان الراجل ده مكمل معانا كده كده سواء وصل او ما وصلش، لانه لو وصل طبعا هو يبقى كده 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 مكمل. مكمل عقده. فمش قعدت افكر فيها. لا لا، انا شايف انه بالعكس كروش يكمل. اللي عمله في بطوله العرب اداء ونتائج جيده، رغم احنا ما خدناش مركز حتى من الثلاثه الاوائل، خدنا رابع حتى ووصلنا للنهائي في افريقيا. اداء ونتائج كنت شايف لعيبة ايه ده؟ جديدة. شايف لعيبه جديده في بطوله افريقيا دي. المنتخب سجل رقمين، الرقمين دول ممكن نقول عليهم الحل والمشكله في ماتش السنغال اللي جاي. احنا في بطوله افريقيا 33 لعبنا 7 ماتشات، احنا بنقول عليهم 8 على اعتبار احنا لعبنا 3 مباريات وقت اضافي. سجلنا 4 تجوان بس بس، ودخل مرمانا هدفين. فبتتكلم منتخب مصر في يا دور نهار أبيض. هدفين، فكان افضل دفاع مع السنغال. تدخل مرماك هدف في دوري المجموعات في ماتش قدام نيجيريا لما خسرت، ثم هدف تاني من ضربه جزاء قدام المغرب في الادوار الاقصائيه، انت كنت ديفوار يعني حتى تعادل الهدفين منهم ضربة جزاء. منهم ضربه جزاء. فانت هنا الشق الدفاعي عندك مش بس كافراد، كطريقه لعب رائع. انت الاربع تجوان اللي انت الجونين جبت تعال انت 4 تجوان تدخل، ده جبت جونين في المجموعات، واحد في في السودان السودان واحد بالدماغ في غينيا اللي هو محمد صلاح ومحمد عبد المنعم. ومحمد عبد المنعم، ثم قدام المغرب جبت جونين محمد صلاح وتريزيجيه. ده معدل متواضع او ضعيف بالنسبه لمنتخب وصل بس النهائي ما فهمش ولا ضربة جزاء. ما فهمش، ما فهمش. وبس خلاك على معدل الدقائق، انت بتتكلم على معدل الدقائق والمباريات، انت بتتكلم في نص هدف في بالظبط. لا المباراه، يعني المباراه الواحده. يعتبر هجوم ضعيف. مطار هجوم ضعيف ومتواضع. الرقمين دول بس قدام لهم الحل، ده لهم الحل قدام في ماتش السنغال اللي جاي. لو انت قدرت ككروش تحافظ. تحافظ على الشق الدفاعي كافراد وطريقه، وفي نفس الوقت تطور الجانب الهجومي بده، انت هناك كنت مدي مصطفى محمد المهاجم ادوار دفاعيه. محتاج تتخلص من ده، محتاج تغامر، لانه الماتشين التصفيات واللعب في الادوار اللي هي ماتشين ذهاب وعوده، وخلي بالك احنا دايما عندنا مشكله في الماتشين الذهاب والعوده، بالظبط. دايما يقول لك بنبقى احنا في البطولات احنا في المجمعة البطولات افضل. المجمعه بنأدي، بنبقى متكفين. واحنا كمان ما لعبناش السنغال غير دلوقتي، يعني احنا لعبنا السنغال في النهائي ونواجهها النهارده اللي هو يوم الجمعه يعني، يعني ايه ما عندناش فاصل، فما جربناش ما عملناش، عشان كده بنتحرك. فلازم هنا ده لازم محتاجه نوع من المغامره. بص